حضرتك اول مره السنه دي تعرض هنا في معرض القاهره للاتصالات والتكنولوجيا. بالظبط، احنا اول مره السنه دي نشارك في معرض القاهره الدولي للاتصالات والتكنولوجيا والمعلومات. ديت بدعوه من الاستاذ اسامه كمال انه وجه لنا الدعوه ان احنا نعرض الشغل اللي موجود عندنا عن المحميات الطبيعيه الى جانب باقي الشغل بتاع المؤسسه. احنا مؤسسه شباب بتحب مصر ومشاركين النهارده بمعرض عن المحميات الطبيعيه. زي ما حضرتك شايف بنعرض مجموعه من الصور عن المحميات الطبيعيه، بنحاول نعمل مجموعه من الافلام الوثائقيه وان احنا نعمل لها تسويق. عندنا حلم يكون عندنا ناشونال جيوغرافيك مصر، ده الحاجه الاولى. الحاجه الثانيه ان احنا عندنا هدف ان احنا نعمل موبايل ابلكيشن بيتكلم عن المحميات الطبيعيه في مصر. بيجي لنا اسئله كتير قوي على صفحتنا على الفيسبوك، نروح المحميه ازاي، نروح محميه وادي الجمال ازاي، نجيب التصاريح منين، نكلم مين. احنا عايزين نسهل على الناس بحكم الخبره الكبيره اللي احنا خدناها في المحميات، ازاي نوصل للمحميه، ازاي نزور المحميه، ازاي نتعرف على المحميه، ازاي نحافظ على القواعد السليمه للتعامل مع المحميه. ده اول حاجه. الحاجه الثانيه احنا بنشتغل على ملف دمج ذوي الاعاقه في المجتمع، ان احنا بنعلم الاطفال مجموعه من المهارات اللي تقدر تخليهم يشاركوا ويندمجوا في المجتمع. الحاجه الثالثه اللي موجوده معانا النهارده ان احنا بنحاول نحقق المسؤوليه الاجتماعيه لدى الشركات اللي موجوده كتيره في المؤتمر، ونخلي الشركات تقدر تعمل شراكات مع المؤسسه وبالتالي تقدر تفيد المجتمع زي شركات الاتصالات. اكيد كل الناس اللي ساكنين في اللوكال كوميونتي في المحميات الطبيعيه، الناس دي كلها بتتاثر بابراج التقويه بتاعه المحمول، ومن ذلك ليه ما يكونش في مسؤوليه اجتماعيه ناحيه الشركات ديت، ان الناس ديت يتعمل لهم مشاريع زي مشاريع المشغولات اليدويه لتوفيقها، ان الناس دي تقدر تستفيد ونقدر نعمل لهم ماركتنج. احنا كمؤسسه موجودين على مدار الاربع ايام بتاع المعرض، تقدروا تزورونا، هتشوفوا صور لاول مره تشوفوها عن المحميات الطبيعيه، هتشوفوا فيديوهات لاول صور مره من المحميات الطبيعيه، هتتبسطوا معانا في جناح مؤسسه شباب اتحاد مصر معرض القاهره ICT.